قال ايضا طبعا اي بنت جميله مثلك شهد دائما هناك سؤال يلاحقها، شهد انت تجميل ولا طبيعي؟ تجميل ولا طبيعي؟ فشن تردين؟ لا طبيعي. انا اقول انه طبيعي بعدنا، انك صغيره يعني ما بداتش. انا اي صح صغيرة لسه 19. نعم الوقت باقي. العمر كله. تسوقين بالسعوديه ولا لا؟ للحين ما تعلمتي السواقه؟ لا اعرف اسوق بس لسه ما طلعت ليسن. نعم يلا ايش ناطره؟ والله ان شاء الله نقول قريب. ان شاء الله. اذا قلت لك منو هي النمبر 1 بالسعوديه بالسوشيال ميديا، منو راح تقولين؟ نمبر 1 في السعودية؟ ايه من المؤثرات. شوف صراحة يعني عندنا ما شاء الله في السعودية كثير، يعني عندنا أسماء كثيرة أشوف أنها نمبر 1. يعني ما بقول من أسماءنا يعني عشان ما يقولون الناس إن عشان خالاتها وكذا، هي عادي قولي بس امل الانصاري، هي بالنسبه لك نمبر 1 صح؟ شوف إذا أنا شخصيا أنا أكيد إن أنا بشوف مثلا خالاتي نمبر 1، بس في أسماء مثلا أفنان الباتل، في أسماء كثيرة، يارا النملة، في ما شاء الله عندنا بنات كثير في السعودية وأشوفهم صراحة كلهم نمبر 1، يعني ما شاء الله كل واحدة أرقى من الثانية من بناتنا للأمانة يعني. نعم الله يحفظكم ان شاء الله وتكملون في مجالاتكم طول ما انتم قاعد تطلعون بشكل يليق فيك كامرأة اولا وترفعين اسم اهلك وعائلتك يا